تبدو ملامح الانكسار ومرارة الحياة واضحة على مواطني مديرية القبيطة بمحافظة لحج، رغم أنهم كانوا دائما يقفون خلف صناعة أجود أنواع الحلوى في البلاد. لكن المعارك التي تدور في محيط بعض المناطق وتقترب منهم غيرت كل شيء، وهو ما جعل من المناسبات أشبه بذكرى مشوبة بالقلق، منعتهم حتى من الإقبال على شراء ملابسها الخاصة والامتناع عن شراء الحلوى التي تصنع هنا وتسافر إلى كل مكان. لكنها غير قادرة على المغادرة هذا العام بفعل المعارك. نحن في رواتب لمدة شهرين، إلى أين نتجه؟ إذا كان هذا تعاملهم معنا، إذا كان هذا تأخرهم لرواتبنا لشهرين متابعين مديرية القبيطة فقط. ليس ارتفاع أسعار المتطلبات وحدها من حرمت الأهالي من متعة المناسبة، بل هناك الكثير من العوامل، بينها فقدان الأعمال والهروب من الحرب واتقاء نيرانها. المواجهات التي شهدتها مناطق الكعبين والمغنية تظهر هنا بصورة جلية، حيث اتخذت الأسر من منطقة عيريم ملجأ يتمنون أن يكون استقبالهم فيه مؤقتا، وأن لا يبتعدوا أكثر عن قراهم التي وجدوا أنفسهم فيها قبل أن تحل الميليشيا وتجعل منهم مجرد نازحين ينتظرون يوم العودة ويتمنون أن يكون قريباً.